هي محطة سيدي بالعباس. بالعباس الاحتراف يده هي الأساس. كريم وش دنا حاجة على بالعباس على راديو بالعباس فلاش ولا سبوت صوص دي غاينا غاية هاني كريم Voilà, ok, morceau creuse sur place, dédicace, radio Belabas, dédicace, le connaissez d'Ahmed. مرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا على امواج محطه سيدي بلعباس. نلقاكم في هذه الامسيه السعيده التي تجمعنا بكم. برامجنا ما زالت متواصله معكم حتى الثامنه ان شاء الله ونهايه الارسال. في مدينه بلعباس وضيفي محطه سيدي بلعباس، لكن ماشي اول مره نقيل على طريقه. السلام عليكم، ديجا مساء الخير، مساء الخير تو الموم، مساء الخير كاع الناس بلعباس، كاع العبابسه والعباسيات. ايفيكتيفمون ماشي الخطره الاولى في بلعباس، الخطره الاولى في الاذاعه تاع بلعباس. شكرا لك. راكي مزيد ميسي سباس، فقط تقعدوا معنا نتوما اللي تحبونا على الموجه 99.2 فام. الشاب طريق وجي با بيزوان والتاليه تاعو واللي حط عليها في مدينه بلعباس، رايحين تسمعوا جديد اخبار جديده على الشاب طريق وعلى ايضا واحد انا ما نقدرش نسميه فنان، نسميه الشاب ونسميه الموهوب ونسميه الفينومان، هو رابر. ايضا جانا اصل دوريجين من سوق هراس وبعد عنابه وبعدها ديريكتومون لبلاد الغربه اللي هي فرنسا. سير تلاقيتو في فرنسا كريم. سير معاكم في راديو بلعباس مع اخونا الشاب طريق مع جورناليست تاعنا سيد احمد، راك انسان من الكبار. شكرا وان شاء الله نفوتوها. شكرا. اذن نتواصل معكم مستمعينا، خلينا نسمعكم وقت زمان احسرا. شابك كنت داخل بريت الماكو تاع الناس وتتلي وتضحكوا كاع يا خويا. اسمح لي باش نشوف شنبكيك انا. يلا شوف طالع واحد يبكي واحد يضحك كابو فيغ لا بالونس. صح سمعتك جي طالع زمان ورجعتك شويه واحد 10 عام هكا ولا اكثر. نورمالمون انا نبكي ماشي انت، باسكو انا 15 عام فاتت من حياتي وسما انا ليش بنت ما انت راك عاد جاد ماك جاي للدنيا. سمعت الاغنيه هذه عقلك وين راح طايق؟ Sincèrement, pour moi, c'est une chanson qui est passée. Déjà, je n'ai pas eu le succès de ça, donc je ne sais pas ce que j'ai fait parce que je suis un peu plus grand. Et puis, je ne me retourne jamais vers le passé. Je suis toujours le good dame. Donc, tous les succès que j'ai fait, je n'ai pas eu le succès. بزاف يعني طريق هنا في الجيري. يعني في السنوات وانت صغير يعني بديتها في وهران في مدينه جديده. مدينه جديده والحمريه نيشان في وهران هكذا كبرت حتى لاج دو 19 اون. اها وكان وكان بزاف اللي ما يعرفش باللي شاب طريق كي كان يغني مع مرحوم حسني. وفا تلاقينا في فرنسا، دونك جو لي في كلكو بروميير بارتي 92 93، كنت عاد ما عنديش دي برودوي مي كومون. كان ماناجر تاع نور دينغا فايتي يبغيني بزاف، دونك يما ميتي باش يبين لي الناس ويبيني ما دوني ان كود ما كنت ندير لي بروميير بارتي تاع المرحوم شاب حسني. وي وعمرت عملت بريمي البوم تاعي عند مغني وين كان ثاني المرحوم يعمر او ميم طون كان تيجي من البلاد يعمر. سيتي البوم تاعه هو تاع الكونسولا تاع براس بويا اللي عند الكونسولا. فوالا دونك سي لا اون سي تري تري بيان كونو وين ولينا صح قبل اون كولتور جينيرال مع اللي كانت هي بروفيسور دو فرونسي على ليبوك اي تو. دونك دخلت الكونسيرفاتوار ما انا كنت نروح نكار حياتي ماشي زعما تو باسكو جافي فوالا سولفيج دو فوا بار سومان دو سوار اي تو. او بو دو 3 ans de solfège bon عندك دير ليليمونتير لينيسيال لي 3 années initiales. Après, tu passes au supérieur. Une fois que tu passes au supérieur, c'est ma 4e, 5e, 6e année, tu as fait la là, on a fait la clarinette, on a un professeur russe à l'époque, on a des Russes à l'époque. شكراً. على بالك طريق قبل ما نكمل. مسيو فالين، سي ما ميموري بون، سيتي مسيو فالين يسابلي. صحيح. إذا على بالك طريق باللي في قبل ما تكمل ليميسيون هذه كاين تيست سمو كلمة بكلمة. لكن اليوم ما راحش نديرو أنا، يديرو البيبليك. 048 55 77 77. المجمع الهاتفي تاعنا مفتوح في النصف ساعة الزوجة إن شاء الله. باش روبي يغلق بزاف الزهر وسيرتو اللي مغنيها انسان عاش تما مده طويله وعاش كلونديستان ثاني. عاش ثاني كلونديستان باسكو من بعد كي حبست القرايه قدعوا لي كواعطي دونك جي باسي كيلكو زاني كلونديستان. قبل حاجه صغيره جاوبني عليها بحاجه صغيره لانفورماتيك. واش دخل لانفورماتيك في الغناء؟ ما عندها حتى علاقه باسكو انا قلت لك كي طلعت انا عمري ما غنيت في البلاد. كي طلعت باش نقرا لقيت بواحد يسموه شميسو دحمينو مصطفى مايكل نيغرو اللي راه يعبرك مع خالد بيانيست. تلاقينا كان يخدموا في واحد الملهى فنحكي لك في 91 وعرضوني وحتى وي كان نسهر عندهم
قالوا لي وانا مبكري نبغي نغني مي جي جامي بري ان ميكرو غنيت في ميكرو قدام الناس وكاع. قالوا لي تغني كما ينقصر. رحت نغني عشان في رحت قعدت تخدم معانا. معليش هذه اسمها في الغابه. كيفاش في الغابه؟ اسمها الاغنيه اسمها في الغابه. كوم انا في بلعباس بلاد مشياخه وناس اللي يعرفوا يكتبوا لي بارول انا راح لازم لازم نعطي تكست مليح ياسين لازم نقول تكست مليح. هذه واش نقولوا فيها؟ سبعة بابا حاب يبقى حاكم الغابه دار اجتماع في الجبل فرزها مع الديابة الفوق في السحابه نسر عايش سفير نمر طامع في اللبا كي عاد عايش وزير نمالي فوطي ويسنى في التغيير المقنين جورناليست في اللاكاجة أسير حرية التعبير راحت دتها الحمامة مدام الكلب لي ينبح يديروا لكمامة لي فوتور عالغزالة.